ناخذ الشيخ احمد من السويد. الشيخ احمد من السويد، مرحبا بك. السلام عليكم اخ رشيد. سلام ليك، تفضل اخوي. اخ رشيد، نعم. انا طلعت على الايات اللي حكيتها، اها، وهو كلهم صحيح، ونحن لسنا خاجلين في ديننا، وسنظل نقاتل حتى اخر يوم في حياتنا. نعم. فكل ما قلت هو صح، ونقاتلهم في السويد، وسنقاتلكم في اينما كنتم حتى تقولون لا اله الا الله. يعني انت تقول لنا انا ساقاتل اي واحد غير مسلم حتى يصير مسلم لحد اخر يوم بحياتنا، وسناخذ السويد وناخذ اوروبا كلها ايضا. وانت الان في السويد؟ انا في السويد. عند الكفار يعني؟ نعم. تأكل من أموالهم وتشرب من؟ نحن ناكل من أموال الله، ليس من أموالهم. يعني تأخذ من الحكومة أيضا، تستفيد منها وكل شيء. أي نحن ناكل من أموال الله، ليس أموالهم. طيب لماذا لا تذهب إلى أرض الإسلام، مثلا إلى مكة، إلى مسقط رأس النبي، إلى المدينة المنورة، حتى تستمتع بقبر النبي وأرض الإسلام، وتستمتع بي 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 بالإسلام في أرضه؟ لماذا ذهبت عند الكفار؟ نحن هنا في محمدينية لننشر ديننا. لكن أنت تعرف أنه حرام أنك تترك بلاد الإسلام وتعيش في بلاد الكفر دون اضطرار. بلاد الإسلام هي بلاد الله بأكملها، كل خريطة العالم. طيب، إذن أنا أسألك في هذه النصوص، لما قال محمد لقد جئتكم بالذبح، أنت تقول هذا الكلام أنه صحيح؟ صحيح 100%. وأنا أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هي أيضا صحيح 100%؟ نعم، وسنقاتلهم ونحن لسنا خجلون في ديننا. طيب كيف تقول أنه رحمة للعالمين؟ ما هو تعريف الرحمة؟ رحمة للعالمين كيف يعني؟ رحمهم عندما يدفعون الجزية ولا يقتلهم، ليس رحمة؟ منتهى الرحمة. طيب وكيف رحم مثلا الناس الذين قتلهم، لما قتل أبا جهل، ولما قتل كعب بن الأشرف، ولما قتل أهل قبيلة بني النضير، ولما قتل؟ كانت دفاعا عن النفس أخي رشيد، كانت هي دفاعا عن النفس. يا سلام، كعب بن الأشرف كانت دفاعا عن النفس. وما أدراك ماذا قال وماذا كان يخبئ كعب بن الأشرف لرسول الله. أي أنت تقول أنه رحمة للعالمين، يعني متسامح وشخص رحمة، يعني منتهى الرحمة. واحد انتقده في بيت شعري يقتله؟ لكي لا تصبح السنة وينتقدونه كل العالم ويرتدون ويكفرون. لقد قتله نداء من الله، فهو لا ينطق من الهوى، فالله أمره بقتله فقتله. هل القتل هو الرحمة؟ يعني أنت تقول شيء منقض، تقول محمد قتل كعب بن الأشرف وتقول أنه رحمة. نعم، رحمهم لما قتله، رحم الآخرين لكي لا يتبعون هذه الأشعار التكفيرية. إذا بقتل بعض الناس أنت ترحم الآخرين. نعم. وما تقوم به داعش اليوم في سوريا وفي العراق، وهذا هو عين الرحمة. هو الدفاع عن الكفر. أنت تعلم أن البلاد العربية أصبح بها الكفر الكثير من الخمر والرق وكثير من الأشياء، فهنا يدافعون عن دينهم وأسلامهم. وطرد المسيحيين من العراق؟ طرد المسيحيين، رفضوا دفع الجزية يا رشيد. إذن ينبغي أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أليست رحمة عندما يتركونهم يمشون ويستطيعون قتلهم؟ أليست رحمة؟ طيب أصلا هم هذه بيوتهم يعني. يعني تحب الآن رفض. تحب الآن في... طيب أنا أعطيك سؤال معاكس. أنت الآن في السويد، تحب أنه تجي عندك؟ خليني أسألك سؤال واضح صريح. أنا أتبع ضريبة في السويد. لا هل تحب أنا في السويد، هل تحب أن تأتي السويد لك وتقول لك إما تصير مسيحي إما تدفع الجزية عن يد وأنت صاغر إما تترك السويد؟ نحن ندفع الضريبة التي يسمونها السكت. الضريبة ليست هي الجزية.
نفسها هي الضريبة، هي الجزية. لا، الضريبة تفرض عليك وعلى كل سويدي، الجزية لا تفرض على المسلم. هي الجزية مثل الزكاة. لا لا لا، ليس مثل الزكاة، لا ليس مثل الزكاة، ما تضحك علي، أنا كنت مسلم. الجزية تدفعها عن يد وأنت صاغر، الزكاة لا تدفع عن يد وأنت صاغر. إنما تكون عندها، تكون دولة إسلامية لديها قوانين، ويجب كل من يعيش في هذه الدولة يحفظ قوانينها يا أخي رشيد، وأنت تعيش في أوروبا وتحفظ قوانينها. القوانين التي تذل الإنسان وتأخذ من كرامة الإنسان وتحتقر الإنسان ليست قوانين، هي ظلم. ممكن يكون في قانون أنه يقول لك أنا أخذ زوجتك، هذا ممكن يصير قانون، هل تحب أنه يكون قانون؟ يأخذ زوجتك بالعنف، يأخذ أموالك وأنت في السويد، هل تحب هذا يكون قانون؟ هذا ظلم حتى لو كان قانون. القانون هو العدل. لكن هو الرحمة موجودة، عندما يتركون الشعب الكافر الذي سب الرسول، الذي شتم وسوى وكفر، يتركونهم يمشون بدون ما يقتلونهم، أليس الرحمة؟ الرحمة هو أن تترك الناس يعيشون بسلام في بيوتهم دون أن تؤذيهم، حتى لو اختلفوا معك في التفكير وفي العقيدة، هذا هو الرحمة. أما أن تجبرهم أن يتركوا بيوتهم وأموالهم بسبب أنك أنت مسلم وهم من دين آخر، هذا قمة الظلم وقمة العدوانية. وأنا أشكرك على العموم على الاتصال بنا. طيب أنا أكمل، لكن هذا هو الإسلام الحقيقي. الأخ الذي اتصل من السويد، هذا هو الإسلام الحقيقي.